اليسار العنف اليسار في يعني ملعب رادس ماهوش عنف عفوي وماهوش عنف رياضي. تعرف أنه الرياضة بصفة عامة فيها قدر معين من العنف، إذا كان تجاوزنا هذا القدر من العنف نوليو ماش نحكيو على العنف عادي، نوليو على نحكيو على العنف اللي هو تابع ما يعبر عنه بالحق العام. سي اون فيولونس دو دووا كومان. إيش معناتها الحق العام؟ معناتها ثم درجات من العنف اللي تنجم ترتقي إلى الإرهاب، واللي شفناه راهو في ملعب حمادي العقربي هو بالنسبة لنا نوع من الإرهاب، على خاطر ما عنده حتى يعني تبرير لا على المستوى الرياضي ولا على المستوى الاجتماعي، على خاطر توا ولينا نحن لموضة في تونس كل ما نلقاو طرف عنف في بقعة بقايا نقولوا المجتمع أصبح عنيف. لا، هذا ماهوشي مسألة بتاع عنف مجتمعي، هذه مسألة منظمة، والمسألة هذه المنظمة وأنا نقول هذا يعني على مسؤوليتي، ثم أطراف تريد ضرب الدولة من خلال الرياضة كما حبوا سياسية، كما حبوا يضربوا الدولة من خلال يعني التجارة بالاحتكار، من خلال يعني مسائل أخرى كما الهجرة غير منظمة وكل هذه يعني المسائل. الرياضة ماهيش بعيدة على المنظومة هذه، يعني بالنسبة لنا نحن هو بين المكشوف أنه ثم أطراف هي اللي قاعدة تحرك في العنف هذا. قرارات هو أولاً إذا كان ثم خرق القانون هنالك القضاء وهنالك النيابة العمومية، وهذا أول حاجة عملته وزارة الشباب والرياضة. نحن رفعنا دعوة وهنايا بتصير بحث في المسألة، وتشوفوا في أقرب يعني الأوقات قد تشوفوا شكون المسؤول على الأعمال هذه. الأعمال هذه لا علاقة لها بالميدان الرياضي، وأنا أنزه الجماهير يعني التونسية من كافة الفرق، يعني نحكي والترازي والإفريقي وكل شيء، نزهها على أعمال العنف هذه. الأعمال العنف هذه راهو وأنا متأكد أنه وراها أطراف لغاية في نفس يعقوب، والغاية نعرفوها.